كابتن عادل، شفنا الشوط الثاني بالذات احداث المباراه اتغيرت، ومع ذلك النادي الاهلي ما استغلش النقص العددي لمصر المقاصه، مع ان الطرد كان بدري جدا. شفنا استحواذ من النادي الاهلي، ولكن شفنا مع الاستحواذ كميه تمريرات غير صحيحه كتير جدا. شفنا زحمه جدا في نص الملعب، شفنا اداء يمكن الشوط الاولاني كان الاداء افضل في بعض الفترات. دي حقيقه. الشوط الثاني الاداء يعني انا شايفه من يعني من اسوء الاشواط الفتره اللي فاتت كلها، يعني ما كانش ده اسوء شوط، يعني اسوء شوط لان انت كان عندك زياده عدديه وكان عندك فرص انك تعمل مباراه احسن من كده، وعندك دافع كمان بتلعب باريحيه وبتلعب ما فيش ضغوط عليك. المباراه يعني الدوري شبه الدوري اتحسم خلاص رسمي، فانت المفروض بقى ده وقت الاستمتاع، يعني وقت الاستمتاع وانك تاخد ثقه للمباريات الجايه. يعني انت عندك بطوله كبيره الشهر الجاي، محتاج انت تاخد ثقه كبيره فيها. كل اللعيبه لازم توصل للمباراه دي عندهم ثقه عاليه في نفسهم، وبدنيا واقفين على رجليهم بشكل كويس، اللي عنده استشفى من الماتشات الكتير والبعيد يرجع تاني يلعب يدخل في يعني في المعترك المباريات. انا عايز اتكلم في النقطه دي. يعني حضرتك بتقول ان احنا نبتدي بقى نستعد لماتش الوداد، احنا تقريبا ناقص لنا شهر تقريبا على ماتش الوداد. شهر بالظبط يعني تقريبا بالظبط. هل الافضل ان هو من دلوقتي يلعب بنفس الطريقه او نفس التشكيل اللي هيلعب بيه ماتش الوداد، او اللي هو بيفكر فيه ماتش الوداد، ولا لسه بدري على الكلام ده؟ لا، ولا ممكن يدخل بعض العناصر، ممكن نشوف بعض العناصر؟ لا، هو لسه بدري انك هو المفروض تبني مواقف كتير لمباراه الوداد، وده كنا بنتكلم فيه من قبل مباراه الزمالك، واتفقنا ان مباراه الزمالك كانت مباراه مناسبه انك تبدا تشتغل عليها زي مباراه الوداد. وانا شايف ان الفرقتين شبه بعض شويه في المواصفات ومواصفات اللعيبه كمان وطرق اللعب، فكنت شايف ان الحاله الفنيه متهيألي الفرقتين دلوقتي متساويه شويه جدا، وهما في يعني قريبين من بعض جدا في الشكل والطريقه وكل حاجه.